أقيم تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. أقيم الاحتفال بيوم الحرس الملكي، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية بهذه المناسبة، منها سباق الأكواثلون الفردي لمسافة 600 متر والسباحة والجري لمسافة 6 كيلومترات ومنافسات الكروسفيت والمسير لمسافة 4 كيلومترات والرماية ومباريات في الطائرة وكرة القدم ومنافسات السباحة وشد الحبل وحمل الخشب واختراق الضاحية ومسابقة الجري لمسافة 400 متر تتابع، في حين اشتملت أنشطة على عدد من الفعاليات الميدانية العسكرية، منها فك وتركيب الأسلحة والرماية والخارطة والبوصلة، حيث شهدت منافسات الأنشطة الرياضية مشاركة متميزة من قبل منتسبي الحرس الملكي. وفي نهاية المسابقات قام سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بتتويج الفائزين في المسابقات الرياضية، حيث حقق المركز الأول فريق قوة الحرس الملكي الخاصة، والذي فاز بكأس بطولة يوم الحرس الملكي 2017، واستلم الكأس قائد الفريق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. كما قام سمو قائد الحرس الملكي بتكريم اللجان المنظمة لهذه الاحتفالية وتكريم المشاركين في فعاليات يوم الحرس الملكي، حيث هنأ سموه الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات الرياضية، متمنيا التوفيق لباقي الفرق والمشاركين في الأنشطة القادمة. وبهذه المناسبة أكد سمو قائد الحرس الملكي على أن المشاركة الكبيرة والتنافس الذي اشتملت عليها فعاليات المسابقات جاءت لتؤكد مدى النجاح الكبير لهذه الفعاليات وتحقيقها للأهداف النبيلة التي وجدت من أجلها، وهي رفع اللياقة البدنية لدى العسكري والمقدرة على التحمل، بالإضافة إلى تحقيق عنصر التقارب بين الجميع من خلال التنافس الشريف على لقب هذه المسابقات الرياضية المختلفة. كما أشاد سمو قائد الحرس الملكي بالإجراءات التنظيمية التي رافقت الأنشطة.